بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليومين الماضيين قام المدعو هذا خليفة حفتر بالهجوم على التوار في مدينة الصواني، وقاموا التوار بصده ورده والفضل الله عز وجل، ثم التوار وعلى راسهم كتيبة فرسان زنزور والزاوية وجميع المناطق الغربية بالكامل تصدوا لهذا العدوان الغاشم على المدنيين. هذه العمارة فيها مقتضة بالسكان، وهذا حي سكني عمارات، قاموا بالرماية عليه عشوائي من راجمة من جراد من 23 بجميع أنواع الأسلحة. والحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى قاموا التوار رجال ليبيا الأشاوس برد هذا العدوان في هذا المكان، وهو هذا من وادي الوادي، من وادي السواني لوادي الهيرة لوادي الربيع لوادي الدوم، ياكل على راسه ما عرفناش امتى بيموت وامتى بينتهي علينا هذا هالعجوز الخرف هذا. شوفوا شندار في اهل السواني والمدنيين، وبارك الله في رجال زنزور الذين قاموا من اول يوم مرابطوا على هذا المحور ولم يرجعوا لبيوتهم ابدا. كتيبة التوار زنزور بالفرسان بكافة الجريمة جميع الرجال في هذه المنطقة، وسريت شهيد عبد المنعم الحمد لله، وتوار غريان مرابطين معانا في هذا المحور، أخوتنا من جبل غربي وزوارة بجميع المناطق، ولديهم شهداء سطروا التاريخ بهذا التصدي لهذا العدو الفاشل. وهذا كله دعم ذخيرة إماراتية، دعم إماراتي مصري ومن جميع الدول اللي لا تريد لنا خيرا. يا ليبيين أصحوا، هذا حكم العسكر شن نهايته؟ مليارات صرفها في هالرصاص وفي هالدخيرة وفي قتل البشر وقتل الليبيين، بس هذا حكم العسكر. والله أكبر والله أكبر والله الحمد والشكر، وتحية شكر لقناة التناصح لوجودها معنا في هذا المحور وتلتقط هذه الصور، وبارك الله فيكم يا قناة التناصح. اللي بيقول كلمة لكل مواطن ليبي يسكن في هذه المنطقة، هذا طبعا معروف الشارع هذا، ممكن بالله يا اخ تصور الشارع هذا، هذا حي سكني عمارات. الله يرحم والديك بارك الله فيك. يا ليبيين فيقوا راه الحكم العسكر والله ما عاد يمشي معانا. ماشي يمشي الحكم العسكر. انت ايه حكم العسكر؟ هل تتوقع انت يا حفتر ها؟ انك انت جاي للعاصمة طرابلس على الدبابة بتحكم ليبيا؟ هذا كلام ولا يمكن بإذن الله. لازم تعرف. وانا ناشد اهل المنطقة انهم يروحوا لحياشهم واللي حوايزهم واللي شققهم، وان هم يحافظوا على رزقهم، ان نجنبوا حتى الفوضى اللي بتصير من السرقه ومن النهب ومن الخنبه ومن كل شيء، والمنطقه امنه. والله اكبر الله اكبر. وهذه الدبابه، هذه دبابه حفتر هيا فرج ليبيين، وهذه شقق هيا شقق، هذه شقق مدنيه ساكنين فيها ناس عزل مدنيين ما عندهمش علاقه باي شيء، عرفت؟ ناس الله يعلم بحالها، الله يعلم من يكونوا الناس هذو، من هم يعني في الصحراء وفي جبل وعندهم ميه في هذا النهار المبارك الجمعه، هل هم جعانين؟ هل هم عندهم السكر وعند ادواع؟ مشكله كبيره، يجب ان الليبيين يفيقوا. فيقوا يا ليبيين، فيقوا يا ليبيين، كفانا سلبيه